السلام عليكم. قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك الفيديو للطلاب حتى تعم الفائدة. هاي قناتنا على التليجرام، اللي يحب ينضم لها رابطها راح يكون أسفل الفيديو بالوصف. تابعوا يعني للنهاية حتى كل شيء يصير عندك واضح. طبعا اليوم وزارة التربية أعلنت عن جدول الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية لطلاب الخارجي ومحو الأمية فقط للدور الأول. طبعا بالنسبة للطلاب الخارجي يعني فقط المؤهلين للامتحان التمهيدي ومحو الأمية فقط، راح تبدي إن شاء الله امتحاناتهم فقط السادس ابتدائي يوم 13/6 يعني ويا طلاب الصباحي، وتنتهي يوم الاثنين 21/6، ويبدي الامتحان الساعة بالسبعة صباحا. وأيضا عنت التربية عن جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2020/2021 الدور الأول، حيث أعلنت الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة. وقالت الوزارة في بيان أن الامتحانات راح تنطلق إن شاء الله يوم الأحد الموافق 4 تموز 4/7، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 15/7. وأيضا الامتحان راح يبدي الساعة بالسبعة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، وإذا صادفت عطلة فراح ينتقل الجدول يزحف الجدول وينتقل يوم العطلة إلى اليوم اللي بعده. وأيضا عنه عن جدول طلاب السادس الإعدادي الدور الأول، وراح تبدي امتحاناتهم يوم 27/7 وتنتهي يوم الأربعاء 18/8، وهذا الجدول موضح أمامكم. وإذا حاب تشوف الجدول بكل وضوح منشور على قناتنا على التليجرام، رابطها بالوصف، تقدر تاخذه وايضا تقدر تحمله يمك. ويبدي امتحانهم ايضا الساعة بالسبعة الصبح، يعني كل الوزارة راح تبدي امتحاناتهم بالسبعة صباحا. وهذه كل ما بالاخبار، نتمنى التوفيق للجميع.